القبض على عصابة استخرجت تراخيص لسيارات مهربة. قامت الإدارة العامة للمرور بالقبض على عصابة استطاعت استخراج تراخيص وشهادات لسيارات مهربة أو غير معلومة المصدر. مباحث المرور راقبت العربيات دي كويس لغاية أما قدرت إن هي تتوصل للعصابة اللي طلعت لهم التراخيص للعربيات دي. طبعاً الموضوع كان صعب شوية، وكمان الأمن العام ساعد كتير قوي إن هم يقدروا يقبضوا على العصابة دي، ولقوا معاهم كمان 7 عربيات فيهم لحام دائري عند رقم الشاسيه. الموضوع ده خطير جدا يا جماعه، لازم تخلي بالكم منه. اي حد بعد كده هينزل يشتري عربيه مستعمله، مفيش اي مانع ان انت تروح تكشف في مكان معتمد، وغير كده وكده كمان تاخد الملف بتاع العربيه وتنزل تسال في مرور الدراسه، لان مرور الدراسه ده هو اللي فيه كل ملفات العربيات اللي موجوده على مستوى القاهره والجيزه. وخلي بالكم يا جماعه، قبل ما تشتروا اي عربيه لازم تتحروا عنها كويس.